ادينا كده وندي للساده المشاهدين بيتفرجوا علينا فكره ونبذه بتأدي ازاي، بتقدم المعلومه ازاي. اقول لحضرتك طبعا الدراسات الاجتماعيه هي ماده صعبه، كله بيشتكي منها لان كله بيعتمد فيها على الحفظ والتلقين. صح. انا علاقتي مع الباشمهندس حسام من سنين قوي 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 قوي، من ايام ما كنت انا طالب في الكليه وهو كان بيشتغل في مجال التريننج، فانا خدت معاه دورات، فبدات اطلب منه ان هو ازاي ان انا اوظف الكلام ده في العمليه التعليميه. فهو بدا يعمل لي لسته للبرامج اللي ممكن ان هي تخدمك، وتعرض الماده العلميه بشكل مختلف خالص، ما بيعتمدش على الحفظ والتلقين، بيعتمد على الفهم، لدرجة ممكن أخلي حركة الطالب قبلية، يعني ببدأ أعرض له صورة مثلا لشكل الجبل، ممكن أقدر من خلالها أستنتج تعريفه، بس بعرض عليه الصورة الأول ويبدأ الطالب تبقى حركته يبقى الطالب هنا ببدأ إن أنا أعتمد على الفهم، بعتمد على الاستنتاج، كل المستويات التفكير اللي كله دلوقتي بيبدأ يتكلم عنها، ونبدأ نلغي فكرة الحفظ والتلقين. والخرايط يا أستاذ محمد دي من أصعب الحاجات بقى. أقول لحضرتك بقى يعني في درس عندنا في السكولة، درس التضاريس، من أكتر الدروس عندي مثلا يمكن حوالي تقريبا 150 ألف أو داخل على 200 ألف نسبة المشاهدة، درس صعب جدا. أنت بتحدد إيه المهارة اللي أنا عايز أنقلها للطالب، تحديد الأماكن على الخريطة، فبتبدأ بالتكنولوجي لأن أنا درست مع برامج كتيرة جدا، إزاي إن أنا أطلع خريطة فاضية، وبعد كده تبدأ تطلع صور وأشكال وأسماء الجبال والهضاب. مع الحركة دي لما بتتكرر مرة واتنين، الذاكرة البصرية والبعد البصري للطالب بتبدأ تسحبه، ويبدأ ان هو ممكن يتذكر، او قدرته على التذكر هنا بتبقى اكبر بكتير، فبتفضل عنده عالقة في الذهن. كمان التاريخ، كل الطلبة كلها بتحب قوي الافلام الوثائقية واللي بتتكلم عن التاريخ. فنيجي مثلا في درس زي حرب اكتوبر 73 عندنا في منصة السكولة، بعد طبعا بنحضر المادة التعليمية، ببدأ اقعد مع مس سمر اقول لها طب احنا عايزين نحط مثلا فيلم وثائقي عن حرب اكتوبر. هنا انت كمان مش بتشغل بس الجانب المعرفي عند الطالب، حتى كمان الجانب الوجداني لما يبدا يشوف الجنود المصريين وفدائهم للوطن وروح الانتماء للوطن. مش بس بكلمك، لان انا لو كلمتك بس مجرد كلام لفظي بس نسبه التركيز او نسبه الاستيعاب 20%، لكن لما تبدا تستخدم الصوره او الفيلم الوثائقي بيبقى تاثيره اكتر، حتى كمان الجانب الوجداني والجانب السلوكي، فبتقدر ان انت تنمي كل ده عند الطالب.